صباح الفل يا جماعة. أوبلا. وأول يوم في مومباسا. حاجة من الحاجات اللي ما كنتش أعرفها عن مومباسا قبل ما أجي هنا إن كل البيوت هنا لونها أبيض فأزرق، ودي حاجة من الحاجات اللي مديها للمدينة كده روح مبهجة. نسبة المسلمين في مومباسا حوالي 60% كده، فتلاقي كده الجوامع في كل ركن من أركان مومباسا وفيها طابع إسلامي جامد جدا جدا جدا. جينا بقى ناخد فطار سواحيلي. سواحيلي أصلي من بتوع الساحل، يعني عندهم هنا الحاجة اللي بتميزهم حاجة كده شبه الفلافل، حاجة اسمها امباشية، وعندهم سمبوسات وعندهم حاجات كده مقالي كتير، دي بيقولوا عليها الدونات بتاع أفريقيا اسمها مندازي، يعني عجينة كده معمولة كرة ومقلية بس. ده عبارة عن بطاطس مقلية كده معمولة بطريقة يعني مقلية، بطاطس مقلية. ده عبارة عن حمص، يعني حاجة زي الحمص كده زي الفلافل، وده عيش، ودي سلطة. طلبنا برضو عصير باشن فروت، برتقال، وموز، وجينجر اللي هو بيقولوا عليه ايه، جنزبيل. ممكن بعد كده نعمل لكم فيديو اكل، بس لو انتوا شايفين الفكرة دي حلوة ممكن تكتبوا لنا في الكومنت برضو لو انتوا مستنيين فيديو زي ده ولا ايه. نوريكم الاكل في مومباسا هنا والدنيا عاملة ازاي والاكل التقليدي بتاعهم. لو انتم موافقين اكتبوا بس ايه، اعمل عفيف. You would like to do it by the way. We would like to so comment. دي مفروض كده المدينة القديمة بتاعت مومباسا، ظهر ان هي مش ملزومة ان هي تلون البيوت بقى بالابيض والازرق والكلام ده، فتلاقي لسه في بيوت لونها اصفر وبيوت لونها ازرق واحمر وكل الالوان اللي ممكنة. يعني الجزء التاريخي ده من المدينة بيعتبر شبه يعني زنزبار في كل حاجة، وخاصة مدينة ستون تاون. هي نفس الشوارع وكل حاجة اللي متأثرة بالثقافات بقى العديدة اللي عدت على هنا، الثقافة العربية والثقافة الهندية وكل الثقافات اللي ممكن تتخيلها. حتى الابواب اللي بتشوفها في زنزبار واللي بيسموها ابواب زنزبار ممكن تلاقيها هنا، موجود منها عادات كتير جدا. تاريخ مومباسا بقى تاريخ ملخبط شوية، يعني ما تفهملوش حاجة كده، يعني لما تقرأ تحس ان في لخبطة. اسم مومباسا اصلا في التاريخ كان اسمها جزيرة الحروب، بعد كده العرب لما جم سموها مومباسا باسمها اللي موجود دلوقتي. في الاول مومباسا كانت تحت سيطرة البرتغال، وجم هنا وقعدوا، بعد كده جه العمانيين، بعد كده البرتغاليين جم سيطروا تاني، بعد كده جم العمانيين تاني، بعد كده جم الانجليز، بعد كده جم العمانيين، بعد كده جم الانجليز، بعد كده استقلوا بقوا كينيا اللي هم موجودين فيها دلوقتي. فالتاريخ بالنسبه لي يعني حاجه كبيره مكلكعه ما فهمتش فيها حاجه، لو حد عنده معلومات زياده ممكن يكتبها في الكومنتات. بس كل اللي تعرفه وتقدر تلاحظه في اللي موجود هنا في مومباسا، اكتر ناس ثابت تاثير هنا هم العمانيين، بكل حاجه فيهم، بهدومهم، بلبسهم، بثقافتهم، بطريقتهم. حتى يعني المدارس لغايه دلوقتي هم بيحاولوا يفتخروا ان هم بيتعلموا عربي وبتاع، تحس ان في لسه الطابع العربي موجود فيهم. ده ممكن يكون عشان العمانيين لما جم هنا ما كانوش مجرد استعمار واختلطوا بالشعب جامد، وتحس كده يعني حتى في وشوش الناس تحس ان انت الوشوش ديت كلها وشوش عربيه خالصه، يعني غير كمان اليمنيين اللي موجودين هنا، فالموضوع متأثر بالعرب والإسلام جامد جدا. اللي ورايا ده يعتبر من أهم المزارات اللي موجودة في مومباسا، واسمها قلعة عيسى اللي بناها البرتغاليين، بعد كده استخدمها العرب برضو لحماية مومباسا وفي تجارة العبيد وكلام من ده. فكانت يعني من أهم المزارات الموجودة، بس سعرها حوالي 12 دولار، وده بالنسبة لنا يعني حوالي معيشة لمدة يومين، فمش هنقدر نخشها جوه بقى. ما اكذبش عليكم، الدنيا في مومباسا حر جدا، نسبة الرطوبة عالية جدا. انا يعني مش عارف، الناس كانت بتقول لنا اصلا يعني ده احلى وقت تيجي تزور فيه مومباسا عشان الحرارة بتبقى خفيفة شوية. ساعة ما جينا واحنا عمالين نعرق من كل حتة، والواحد فرهد، حاسس انها في دول الخليج بصراحة. هاي الدنيا حر هنا بالشكل ده بسبب ان مدينة اصلا مومباسا موجودة على خط الاستواء، فده حاجة مخليها يعني الدنيا رطوبة عالية جدا وتلزيق. Baliyam bena komika ambode fauye Allahu ya Komaliyam sente femina amfana sentola Allahu ya. اكتر الحاجات اللي بتميز مدينة مومباسا كمان هي كمية التكاتك المهولة اللي موجودة فيها. كمية التكاتك هنا اكبر من كمية العربيات. ومدينة مومباسا بالمينا بتاعتها كانت مشهورة جدا بتجارة سنون الافيال والذهب
والبهارات، عشان كده اختاروا سنون الافيال ان هي تبقى الرمز الرئيسي بتاعهم. موجود هنا تمثال كبير جدا على شكل حرف ام يرمز لمدينه مومباسا بسنون الافيال، يعني ممثل كده ويعتبر من اشهر الحاجات اللي موجوده هنا في مومباسا. يوم الجمعه بقى النشاط الرئيسي فيه هو ان انت تاخد كيس الشيبسي بتاعك اللي معمول من نبات الكاسافا وتقعد على الشط. اما بقى حاجه ثانيه اللي هي تعتبر من العادات والتقاليد بتاعت هنا هو ان انت تجيب كيس القط بتاعك وتيجي تاكل هنا على شط البحر اللي بيمثل يعني ايه المنفس الوحيد للهواء في المدينه الجافه دي. وطالما اليمنيين بيمثلوا جزء كبير من شعب مومباسا يبقى لازم القط برضه يمثل جزء من ثقافه مومباسا. دي تعتبر منطقه الاسواق لبيع القط، موجود محلات كده والناس بتيجي تشتري منها عادي جدا ومن غير اي مشاكل، يعني بيمثل جزء كبير من الثقافه هنا. افريقيا كينيا معرفش. القط بقى، القط يعتبر نبات مخدر تتمص كده وتقعد تندخ فيه لغايه لما تاخد كل العصير اللي جواه وكل السوائل اللي جواه، وبعد كده يعني ايه بيترمى. هنا بيستخدموا انواع مختلفه من القط، اللي هو النوع العادي ده، في نوع تاني بيبقى اوراق بس وده اسمه مونجوكا. القط بقى ما بتاكلش الاوراق، بتاكل بس الساق بتاعه، والمونجوكا تاكل بس الاوراق، يعني هي بتبقى عباره عن اوراق كده خفيفه وطريه، بيبقى يعني ايه بيقولوا انها طعمها حلو. احنا ما جربناش ولا هنجرب يا جماعه، بس المونجوكا تاثيره اكبر وبقى محظور غالبا يعني في كينيا. والقط يعني مش محظور ولا حاجه، يعني بتقدر تلاقيه في اي مكان واي محل زي المحلات اللي احنا شفناها دي. والعمليه بقى ديت اللي هي المضغ وان انت تقعد تمضغ فيه كده وبتاع، اسمها اليمنيين بيسموها تخزين. فانت بقى ايه اسمك بتخزن، تقعد بقى تمص مص مص لغايه تخزن، تقعد تخزن. النهارده يوم السبت، يعتبر الويك اند في مومباسا، فسالم جابنا بقى عندهم هنا في مزرعه العيله، عند مزرعه خاله وبتاع، نطبخ بقى وبتاع وناكل، عندهم شويه كلاب وكلام من ده، يعني حاجه ظريفه. تعتبر من ثقافه الملابس برضو هنا في مومباسا الكوكوي، بس هي تعتبر مقتبسه برضو من عمان ومن اليمن وكل الاماكن اللي لها تاثير جامد على الثقافه المومباسيه، ومريحه برضو. واخر حاجه واهم حاجه بتميز مومباسا بقى هي شواطئها، برملتها البيضه وميتها الزرقاء اللي ما تختلفش في اي حاجه عن شواطئ زنزبار او المالديف او اي شاطئ خيالي ممكن تتخيله. احنا دلوقتي موجودين في قريه دياني اللي ما بتبعدش كتير عن مدينه مومباسا، يا دوبك 20 دقيقه وتلاقي نفسك على الشاطئ الجنه ده وبس. يعني فبكده تكون حلقتنا النهارده خلصت، واستنونا بقى في الحلقه الجايه يعني نتكلم فيها عن شاطئ مومباسا وجمال مومباسا. اشوفكم في حلقه جديده، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وسلام. We live at Bow, we live at Bow.